دكتورة معالي عزت استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى مصر للطيران، أنا سعيد جدا 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 بالموضوع اللي عملتيه في قرية تكرنس اللي هو قرية بلا فيروسي. عملتوها ازاي دي؟ احنا الاول كان هدفنا ان احنا نروح للناس اللي مش قادرة تجيلنا، مش كل الناس قادرة توصل للجنة القومية والضغط عليهم شديد جدا، فاحنا قررنا ان احنا نروح للناس ونجمع معظم الناس الغير قادرين اللي هم مش قادرين ياخدوا الادوية، وبرضو الدولة مش قادرة تكفر كل ده. الموضوع الفكرة جات لنا انا وبقيت زملائي وكده ان احنا نعمل قرية خالية من فيروس سي، وبدأنا بقرية الدكتور سراج ومعاه يعني احد رجال الاعمال اللي هو سبونسر عن القصة او ان هو الممول للمشروع، فانا كنت المنوطة بالجزء العلمي فيها، ومعانا شركة ادوية من الشركات الوطنية المحترمة جدا اللي هي بتدعمنا بالعلاج، وطبعا يعني بتدينا تسهيلات في العلاج يعني بتدينا سبورت جامد جدا. احنا بنروح نجيب المرضى الاول، بنحصر عدد العيانين اللي موجودين عن طريق مكتب موجود لينا هناك. المكتب ده يعني المكتب حصل لنا حوالي 400 عيان، بعديها احنا بدأنا نجيبهم تباعا، طبعا ما نقدرش نكفر كل ده لوحدنا، فبقينا نجيبهم مثلا على مراحل 30 عيان 50 عيان، بيجولنا المستشفى الصفوة نعمل لهم مستشفى فين في مصر؟ ايوه مستشفى الصفوة في 6 اكتوبر. بنعمل لهم زي ديوز يوم كامل لصحتهم، بنكشف عليهم اكلينيكيا، بنعمل لهم كل التحاليل اللازمه، بنعمل لهم موجات صوتيه على البطن، بنعمل لهم فايبروسكان اللي هو بديل عينه الكبد اللي منها بقدر اعرف نسبه الياف الكبد للمريض قد ايه، فاقدر احدد السيفيريتي بتاعه المرض او مدى تمكنه منه قد ايه، وبعد كده بيخضعوا للتحاليل دي خلال اليوم كله، وبنعمل زي لجنه علميه منها بنقرر مين هياخد ايه. مش كل الرجمن اللي ماشيه تنفع لكل المرضى، ما هو العيان ليه، كل عيان ليه ليفل معين من الدواء من العلاج، فاحنا بنقرر مين هياخد ايه، وبامر الله بعد العيد هنبدا اول جرعات للعيانين. احنا دلوقتي شفنا حوالي 100 عيان، وفي سبيلنا ان احنا نخلص بقيه ال 400 ان شاء الله. الهدف من التجربة دي ان انا بس مش اقيم المريض بتاع فيروس سي، لا انا عايز اشوف المريض اللي اصابه فيروس سي وحصل له مشاكل منه، يعني من ضمن الميت عيان دول طلع لي 2 مرضى عندهم اورام كبد وهم ما يعرفوش، دول برضو ليهم نظام علاج مختلف عن طريق كي البؤر دي او حقنها او ان احنا نديهم علاجات مختلفة، فانا كده بحسن من اللايف ستايل بتاع العيان، يعني انا مش هسيب عيان، يعني هو مش الحل السحري لمرضى الكبد ان انا اعالج لهم فيروس سي وبس، لا انا عايزه اشوف مساوئ المرض عملت ايه للمرضى الغلابه دول واعالجها لهم. الفيروس سي علاجه يعني لو بديتي بعد العيد زي ما حضرتك بتقولي في القريه ده هي وتاخدي 100 عيان تمام اللي هو مصاب بالفيروس سي تمام، مدة علاجه قد ايه بقى؟ ياخد الدواء يوميا حباية لمدة قد ايه؟ هو بياخد علاجين بياخدهم يوميا لمدة 3 شهور. 3 شهور؟ ايوه. وبعد ال3 شهور تحليل تاني يبان؟ هو من خلال البروتوكول اللي احنا بنمشي عليه، احنا بنعمل لهم تحاليل بشكل دوري. انا عاملة ويب سايت، الويب سايت ده فيه داتا بتاعت العيانين كلها، وفي الاكزامينيشن بتاعهم والتحاليل بتاعتهم كلهم، وكل مريض معاه كارت برقم، ده متسجل على الكمبيوتر، مجرد ما بدوس على الرقم بيجيلي تاريخه المرضي كله، لو هيبدأ جرعة رقم 1 هعمله تحاليل معينة، هيبدأ جرعة رقم 2 في تحاليل تانية وأقارن القديم بالجديد لأن مفيش دواء ملوش مشاكل، فأنا محتاجة أشوف حتى لو العيان حصله لا قدر الله مشكلة من الدواء أعالجها له إزاي، فعشان كده العيان في خلال ال3 شهور دول هيبقى على متابعة مستمرة معانا من خلال الداتا بتاعته، الداتا بتاعت الكمبيوتر اللي موجود. يعني في خلال ال3 أشهر احنا بنعالج 100 مريض غالبا ان شاء الله باذن الله، تقريبا ان شاء الله من ال400 التوتال بتوع القريه. ما هو احنا بقى احنا جزء، انا ماسكه مثلا جزء بتاع العلاج والفولو اب بتاع العيانين ومتابعتهم، وفي بقيه زملائي موجودين ماسكين البقيه ال400 اللي هم نيو بيشنتس اللي هم العيانين الجداد، بيشوفوا بقى، ما احنا شغالين في سيركل، في ناس بتعمل الفولو اب وبتدي العيانين العلاج، عشان كده احنا عاملين شبكه انترنت بيننا بحيث ان انا
حتى لو في مثلا دكتور موجود بيشوف العيان لأول مرة، أنا أقدر أدخل وأعرف هو كتب إيه وشاف إيه والعيان ده إيه، ولما بنقعد في ساينتفك كوميتي بيننا وبين بعض أبقى عارفة التاريخ المرضي بتاع العيان على طول. كل ده بالمجان، كل ده فور فري، وهناك راعي بيصرف. أيوة. وشركة أدوية قومية أهلية بتدي أيوة. الدواء بتدي الدواء، ودكاترة زي حضرتك متطوعين أيوة. لهذا العمل الخير. أيوة. إذن مصر بخير. طبعا مصر أكيد. بخير طبعا مصر بخير، مدام إحنا بنعمل ده للآخرين وبالجدية دي وبالقلب ده طبعا ده احنا مش بنعمل حاجة بنفاخر بيها او حاجة، ده واجبنا، ده حق بلدنا علينا. كل واحد لازم يحارب من مكانه، واللي بيعمله الجيش ده حاجة عظيمة جدا، وكل واحد فينا يقدر يعمل حاجة لازم يعملها. فاحنا هو ده حق بلدنا علينا، يمكن اللي انا بعمله ده او زملائي كلهم بيعملوه ده اقل من اي حاجة نقدمها لبلد. ما تقولش ايه اديتنا مصر، طبعا هندي ايه لمصر ان شاء الله باذن الله، ندي اكتر واكتر لعياننا والمرضانا والاهلنا طبعا، اللي يهمنا ان هم يكونوا بصحه. ويعني عايزه اضيف ان مش العلاج هو ده نهايه المطاف، وده اللي محتاجينكم معانا فيه. انا لازم انزل القريه ووعي اهلها ان اللي خف ما يتصابش تاني، واللي ما جالوش ما يتعيديش تاني. فدي لازم يبقى في جزء للكوميونتي، جزء للمجتمع، ومحتاجين الاعلام، ومحتاجين كل الناس، ومحتاجين نصائح عامه. وهو ده بقيه البروجكت، احنا نظرتنا مش قاصره لمجرد علاج عيان. ما هو لو علاج عيان وراح لنفس الدائره بتاعه العدوى هيتعدي تاني ويرجع لي تاني، وانا مش عايزه كده. انا عايزاه يخف ويبقى كومبليتلي هو واهله في امان وبصحه جيده ان شاء الله. فاحنا برضو محتاجينكم معانا ان احنا ننزل القريه تاني ونوعيهم ازاي نمنع العدوى تاني، ودي حاجه هتبقى هو ده المهم من الموضوع ان شاء الله. اعملي بس زيارات ونحن نلم ان شاء الله يعني مجموعه من الزملاء والزميلات ان شاء الله باذن الله، ونبقى معاكم بامر الله.